صباح الخير جميعا. في هذا البث سنقوم بإنشاء النسخة الثانية من PHP سكريبت الخاص بالارتكل API، فثواني وسنبدأ. والفكرة أن في الفيديو أو البث المباشر السابق أو الفيديو، إذا شاهدت تعديل البث من خلال فيديو، ستجد أن قمنا بإنشاء API جميل جدا، فعليا ليس فيه أي مشكلة مبدئيا، لكن يمكن تحسينه، وهذا الشيء الذي يجب أن نقوم به فعليا. فإذا دعونا نرى، هذا هو الكود السابق، النسخة الأولى ها هي. فإذا ذهبنا إلى هنا API Articles، فيفترض أن تظهر لنا كل الـ Articles، وهذه هي الـ Articles التي جلبناها فعليا من الـ Database. إذا هذه الـ Articles فعليا موجودة هنا، ها هي. فهذا الـ API للتذكير فقط يقوم بإدارة Articles، يعني إضافة Article وإضافة حذف الـ Article، تعديل الـ Article، وعرض كل الـ Articles، وعرض Article واحدة، يعني عرض المقالات إلى آخره. عرض المقالات، عرض مقالة واحدة، حذف مقالة، تعديل مقالة، إضافة مقالة. فإذا هذا هو الهدف منه فعليا. نحن يعني كان يعني ارت كان اي بي اي جيد، لكن المشكله فيه كانت من ناحيه الفاليديشن للانبوت، وايضا كانت هنالك مشكله من ناحيه يعني ارسال اجابات موحده بالاي بي اي الخاص بنا. لان فعليا الاي بي اي، ذهبنا الى اي بي اي هنا ومثلا articles، ففعليا هنا الإجابات التي لدينا، الإجابات الاستجابات يعني responses التي أرسلناها، مثلا message article not found أو no articles found، ما هذه يعني. هذا شيء جيد كبداية، لكن يجب أن يكون هنالك يعني إرسال استجابة مفيدة أكثر من ذلك، حتى يفهم الشخص مع تغيير ال HTTP code. يعني إذا مثلا ذهبنا إلى article، مثلا لدينا article واحد جيد، فإذا مثلا الآن إذا كتبت ID يساوي واحد، ستأتي مقالة واحد. طبعا إذا قمت بالنظر هنا للإنسبكت إليمنت جيد، وقمت بالذهاب لنتورك، وقمت بريلود، لاحظوا سيأتيني أن قمت أنا بطلب get لهذا الرابط جيد، والستيتس أو الحالة 200، وهذا شيء جيد، وهذا شيء صحيح. الحالة 200 لأن فعليا تم استرداد نتائج. عندما يتم استرداد نتائج أو يكون يعني يتم معالجة طلب بشكل سليم وصحيح، يجب أن أرسل كود 200 بالنسبة لل HTTP. لكن الآن مثلا لو كتبت مثلا هنا 500، لا يوجد مقالة اسمها، لا يوجد مقالة ID لها 500، فسيرسل message no article found جيد، لكن لاحظوا سيرسل هنا status 200. هذا خطأ، يجب أن يرسل 404، يعني المقالة غير موجودة. يجب أن أيضا أن يبلغ HTTP أن المقالة غير موجودة من خلال رقم حالة 404. فإذا هذا يجب أن نعدله أيضا، وهذا الشيء الذي سأعمل عليه بنسخة الـ API الجديدة. فإذا سنعمل على إرسال رسائل موحدة ونوعا ما مفيدة، ورقم 2 سنعمل على الفاليديشن والسينيتايزيشن، خاصة تنظيف البيانات وتأكد من صحتها، خاصة عند عملية الإدخال. عملية الإدخال يعني إضافة article add، إضافة مقالة add article، وتعديل article، تعديل مقالة يعني edit article. واضح. فإذا ما الشيء الذي سأقوم به الآن؟ أريد فقط أن أذهب إلى، سأغلق هذا كله وأذهب إلى إلى ملفات PHP script. طبعا دعونا نقول أن، دعوني أذكركم أن الآن لدينا مسار بموقع learnwithnow.com، مسار، هذا المسار مسارات التعلم، هنالك مسار سكريبتات PHP. والشيء الذي أتحدث به بهذه الفيديو أو يعني هذا البث هو جزء من هذا المسار. ستجدون النسخة الأولى من الفيديو هنا، والنسخة الثانية بعد أن أنتهي من هذا وأعدله وأرتبه ستكون هنا.
أيضا بالنسبة للكود، فإذا ستجدون هنا مصدر الكود، فكل الكود ستجدونه. حاليا يوجد فقط النسخة القديمة Articles API، ها هي. فإذا هذا الكود الذي كتبناه مرة مسبقة، يفترض الآن أن ننشئ شيء آخر هنا. ستجدون الكود يعني بعد إذا أردتم الكود بالنهاية ستجدونه هنا في هذا المكان. والآن هنا سأقوم بكون هذا الـ Articles API نفسه، أنا لا أريد تغييره فعليا، أريد إنشاء إصدار آخر منه. فبكل بساطة سأكتب copy Articles، نفس المجلدات القديمة نفسها، لكن سأسميها version 2 يعني نسخة ثانية. جيد. وبخصوص الـ API دائما يكون هنالك نسخ ثانية، يعني بالتعامل مع الـ API، إذا تعاملتم مع الـ API أي API، فسيقول لك هذه النسخة الأولى، هذا الإصدار الأول، هذا الثالث، وهكذا. وعادة سترون ذلك موجود هنا بهذا الشكل، أنا مثلا API وثم نسخة ثلاثة، تجدون شيء كهذا بالرابط عند التعامل مع الـ API، يعني يعني المتعارف عليها. فلماذا؟ لأن دائما هنالك تحديثات. الـ API هو مثله مثل أي شيء آخر، دائما هنالك تحديثات له، والتحديثات تكون عن طريق إصدارات. فلدينا الإصدار الأول، الإصدار الثاني، الإصدار الثالث. فإذا الآن الفكرة جانبية، الآن أن الآن نحن الإصدار الأول تعاملنا معه مع كورس مع Next.js، وقمنا بوصل الإصدار الأول مع Next.js، وهذا شيء جيد فعليا، وهذا شيء طبيعي أن تصدر أنت API بنسخة معينة سيستخدمه الناس بهذه النسخة. بعد فترة أنت ستقوم بتحديث الإصدار. وهل يعني أن الإصدار الأول لم يعد يعمل؟ لا، الإصدار الأول يعمل كما الحالة لدينا هنا. إذن هذا هو الإصدار الأول، سيعمل. لكن الآن دعوني أريكم كيف. إذن الآن API Articles سيسترد لي المقالات. أيضا الآن الـ API بنسخته الحديثة التي سأعدل عليها الآن، التي هي هذا هو رابطها، أيضا نفس الشيء سيعمل. فإذا سندعم النسخ كلها الخاصة بالـ API، كلما نحدث نرسل إصدار جديد، والمستخدم له أحقية التحديث التطبيق والاستخدام الإصدار الجديد أم البقاء مع الإصدار القديم، له حرية ذلك. فإذا واضح. فالآن سنستمر مع الإنشاء، إنشاء الـ API لدينا. بداية سنعدل على، فعليا سأعدل على ماذا؟ هل نبدأ مثلا بالنسخة الأولى؟ هل نبدأ بالـ get one article مثلا ID 1؟ هل نبدأ بتعديل هذه النقطة؟ فإذا لنبدأ بها. فإذا الآن سنبدأ بداية لـ Articles API النسخة الثانية. والآن لأريكم الملفات. فإذا 3 ها هي الملفات. الآن سأعدل أنا على ملف abiarticles.php. إذا هذا هو الملف نفسه. لاحظوا في وقت سابق نحن تعاملنا مع الطريقة التي قلنا، إذا كانت هنالك الميثود هي get، وأريد تذكيركم عندما قمنا بنتورك هنا وريلود، فإذا لاحظوا الطريقة هي get. فحتى أنا عندما أقوم بجلب أرتيكل واحدة أو جلب عدة أرتيكلز، فدائما الميثود هي get. فالشيء الذي قمت به أنا هنا بالإصدار الأول، إذا كانت الأرتيكل، إذا كانت الميثود get وكان هنالك ID، فقم بجلب الID. غير ذلك قم بجلب المقالة التابعة لهذا الID. غير ذلك اجلب كل يعني هنا المقالات. جيد. انا اريد فصل ذلك في هذه النسخة، فبكل بساطة ساقول التالي هنا، ساكتب، ساعيد كتابة كل شيء فعليا. فهنا ساكتب get هنا a single article، وهنا ساكتب if كانت لدي الميثود تساوي get. جيد. get. وايضا اذا كان الID محدد من get is set ID أو get، يعني من get الID محدد، فأنا فعليا هنا أريد جلب article واحدة. جيد. فهنا سأتأكد أن هذا الID هو عبارة عن رقم فعليا، فإذا validate ID. فإذا بداية سأتأكد هل هو رقم، فسأكتب if is numeric، وسأكتب get ID إذا كان فعليا هو رقم، وكان فعليا هو أيضا
هذا الـ ID أكبر من زيرو، لأنه يجب أن يكون أكبر من زيرو، يجب أن يكون رقمه أكبر من زيرو. ويمكن هنا أن أحدد أيضاً أن مثلاً أكبر من زيرو وأقل من 100 إذا أنا أعرف أن هنالك 100 articles فقط، أو الـ ID بين زيرو ومئة، فأنا كلما حددت القيم كان تطبيقك أكثر أماناً، لأنك لا تسمح بإدخال قيم أخرى التي قد تكون ضارة. فهنا إذا كانت هذه هو نيوميريك وكان الـ ID أكبر من 1، فبهذه الحالة سأجعل أن الـ article ID يساوي هذا الـ get ID. جيد؟ فهنا سأقوم أنا بشيء آخر، سأقوم بtry و catch. عبارة try and catch، هل أنا استخدمت try and catch مسبقاً؟ لم أستخدمها في وقت سابق هنا. دعوني أقوم بتعليق الـ get الذي كتبتها هنا، بعدين علقتها حتى لا تعمل، والآن فقط سيعمل الكود الجديد. فالـ ID هنا عبارة فكرة try and catch التي تحدثنا عنها الآن. فماذا تفعل هذه العبارة؟ بكل بساطة إذا كان مرة أخرى عفوا، بالنسبة لـ try و catch، try تقوم بتطبيق الكود الموجود هنا، إذا هنا سنكتب كود، إذا مر هذا الكود بسلام جيد جدا لن يحدث أي شيء، لكن إذا كان هنالك خطأ هنا فسنقوم بالتقاطه من خلال كاتش وسنقوم بإرساله مثلا كريسبونس حتى نحدد ما الخطأ الذي حصل فعليا. جيد، فبالتالي هنا يمكن أن نكتب بهذه الطريقة، أن هنا نريد حصلنا على الـ ID، بقي فقط أن نرسل طلب للـ database. فإذا هنا send query to database وهنا سنكتب الكويري، فإذا هنا سنكتب SQL query، و SQL query هو نفسه الكويري السابق، وأننا سنقول select كل شيء من اسم الجدول next articles، وهنا سنكتب where ID يساوي، سأضع هنا single حتى single quotation mark حتى أؤكد أن هذا هو عبارة عن string يعني أو قيمة، فإذن article ID، فإذن هذا هو الكويري. وهنا سأقوم بمعالجة هذا الكويري. فيمكن مباشرة أن نقوم الآن بمثلا بكاتش الايرور الموجود هنا، وهكذا هي طريقة PHP، نفسها طريقة جافا سكريبت الذي يعرف جافا سكريبت، لكن عفوا مش الذي كتبته، لكن بدون الاكسبشن، كلمة اكسبشن هذا. فإذا هنا سنقوم بالحصول على الخطأ الذي حدثت عند تطبيق العبارات الموجودة بتراي، وهنا سنكتب إذا كان هنالك هذا الخطأ سنلتقط هذا الخطأ وسنرسل JSON response كما اتفقنا. فإذا JSON encode، وهنا سنرسل الـ JSON response. هذه response ستكون standard نوعا ما كما قلت. فإذا بداية سنقول أن الحالة، أنا أحيانا أنسى وأكتب كجافا سكريبت، فإذا الحالة لدينا هنا error، هو بالنسبة للdata لا يوجد data. جيد، وبالنسبة للمسج سنكتب مسج هنا، سنكتب بالمسج أن server error، وسنرسل أيضا هنا error، سنرسل error، وهذا الايرور سيكون عبارة عن object، وسنكتب هنا الكود. طبعا عندما يكون هنالك خطأ على جهة السيرفر لا نعرف ما هو، فالخطأ يكون رقمه 500. فإذا الأخطاء ال HTTP request، أخطاء دعوني أكتب هذه ثم أشرح لكم عن هذا الموضوع. فإذا المسج سنكتب أن المسج هو الايرور فعليا الذي حصل. جيد، بهذا الشكل. وهنا ما المشكلة في هذا الكود؟ إذا هذه كاتش، ها هي، ولدينا هنا يجب أن يكون لدينا سيمي كولون، ولنتأكد هل كل شيء تمام المشكلة فعليا. فإذا لدينا هذه الإف ستيتمنت، نتأكد أين تنتهي، يبدو أنني نسيت هنا هذه الكاتش وهذا الإف الأخرى. فإذا هنا لدينا للإف العلوية أو الرئيسية. فإذا الآن هكذا الكود مرتب. فإذا الآن أردت أن أخبركم عن موضوع الـ HTTP كود، فهنا سأكتبه هنا وأمسحه لكن فقط للتوضيح. فإذا أي شيء رقمه 500، مثلا 501، 3، 4، هذا
خاص بسيرفر ايرور، واي شيء 400 مثلا 404 403 هكذا هذا اسمه كلاينت ايرور. وانت ترسل 200 اذا كان كل شيء سليم، فاذا كل شيء سليم ترسل 200، عادة 404 يعني not found و 403 يعني خطأ forbidden يعني غير مسموح لك الدخول، و 500 عادة يعني حتى تقول ان هنالك خطأ متعلق بالسيرفر. ففعليا اذا حصل خطأ اثناء تنفيذ هذه القواعد، عفوا اذا حصل خطأ اثناء تنفيذ هذه القواعد الموجودة هنا، فهذا يعني ان هنالك خطأ على جهة السيرفر فعليا، وهو هذا الخطأ الذي سنلتقطه هنا. فاذا نكمل بقصتنا، والقصة هي بكل بساطة نريد ان نقوم بطلب لقاعدة البيانات ونقوم بمعالجة هذا الطلب، وبالتالي هنا سنحصل على الريزلت عندما نقوم نحن بالكونكت. طبعا الكونكت هو موجود هنا جيد، ونحن قمنا بانكلود للكونفيج، فمن الكونكت من اتصالنا بقاعدة البيانات نحن سنقوم بكويري لل SQL query الذي كتبناه في الأعلى. واضح؟ طيب هذه النتيجة إذا قمت أنا بprint result، فإذا لنرى النتيجة، فإذا هذا تحديث، طبعا سيقول هنالك خطأ هنا بالتأكيد لأنني لم أرسل JSON، لكن لو كتبت raw data لاحظوا النتيجة result، لدينا current field count ولدينا numbers. فإذا كانت النمروز فعليا، النمروز يعني الروز هذا هي عدد القيود، هذا 1 2 3 4، أما الفيلد كاونت هي هذا الأعمدة 1 2 3 4 5 6 7، فإذا 7 فيلد كاونت وواحد روز فعليا، لأن واحد فقط لديه ID واحد، جيد واحد مقالة واحدة، أنا أجلب مقالة واحدة وليس عدة مقالات. فأنا أريد الآن من هذه الريزلت، إذا كان هنالك ريزلت فعليا، فإذا هنا من هذا سأكتب إذا كان لدي ريزلت. وماذا يعني إذا كان لدي ريزلت؟ إذا من هذه الريزلت النمروز يساوي واحد، إذا كان يساوي واحد فهذا يعني أنا لدي أرتكل فعليا، فأنا أريد أجلب لي هذه الأرتكل من الريزلت، فإذا فيتش بهذا الشكل. سأرسل، لاحظوا هذه نقطة جديدة، سأرسل هنا HTTP response code الذي سيكون 200، هو بطبيعة الحال سيكون 200، وأيضا سأرسل JSON response. لاحظوا هذه response التي كتبتها هنا نفسها سأأخذها وأضعها هنا، لكن سأعدل عليها حتى تكون response standard. بذن بالنسبة للستيتس أكتب كل شيء تمام، بالنسبة للديتا فأنا أريد أعيد هذه الارتكل التي فعليا حصلت عليها، بالنسبة للمسج سأكتب operation completed ولا يوجد error طبعا، وبالنسبة لل error فهو null لأن لا يوجد لدي error في هذه الحالة. جيد، فهذا بخصوص إذا كان لدي response، إذا كان لدي عاد لي هنا articles، فإذا سأكتب مرة أخرى هكذا. ولاحظوا الآن بالـ API الجديد لدي لا أرسل فقط الداتا بل أرسل معلومات مع الداتا، فأنا أرسلت أن هنالك نجاح كل شيء تمام، أرسلت الداتا، أرسلت مسج أن كل شيء تمام operation completed، وأيضا أرسلت error لكن لا يوجد error فعليا، فإذا error null. الآن للشخص الذي يستخدم هذا الـ API بكل بساطة يمكن أن يقول إذا لم يكن هنالك error فلدي data يعني، جيد، فيمكن استخدام هذا الـ API بطريقة أسهل من الـ API أو بطريقة أفضل من الـ API السابق. فإذا قبل أن نتوقف يجب أن نقوم ب، طبعا هنا لاحظوا الآن أعاد جيسون، انتهينا وفقط و return، انتهت المعالجة لهذه النقطة، طالما جلب الارتكل انتهت المعالجة، لا أريد أن يذهب أبعد من ذلك. لكن لاحظوا هنا هذه الـ F، هذه الـ F التي لدينا هنا أن يساوي عدد الصفوف واحد. طيب إذا لم يكن يساوي واحد ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الارتكل
غير موجودة. فماذا يعني غير موجودة؟ يعني يجب أن أرسل response code 404. واضح؟ بالنسبة للresponse هي نفسها، فأنا أوصيكم بالنسخ لصق. لماذا؟ لأننا نريد أن نرسل response واحدة موحدة، يعني كل الresponse التي نريد أن نرسلها فيها status. بالنسبة للdata هنا، الdata سأرسل null لأن لا يوجد data 404. بالنسبة هنا للمسج سأكتب أن record not found مثلا. وبالنسبة للإيرور فسأرسل نفس الشيء هنا بهذا الشكل، لكن الكود سيكون 404 not found، ورسالة الإيرور ستكون مثلا، سنعطي رسالة يعني تفصيلية، سنكتب the requested article not found. واضح؟ جميل جدا. فإذا الآن يمكن أن تجرب ذلك. الآن سأرسل، سأطلب مثلا 100، فإذا لاحظوا سيقول error لا يوجد data record not found 404. لا يهمني أن يكتب هنا فقط 404، يجب عندما أقوم بـ network هنا reload يجب أن يكون لي 4، يجب أن يتم عرض 404. إذا لم يتم عرض 404 فهذا يعني عملي ليس صحيح. فإذا لاحظوا 404 فعليا، وهذا الشيء الذي نريده. نريد أن نعلم البروتوكول الذي نتعامل معه ما الشيء الذي يحصل فعليا، فبحيث على بالجهة المقابلة يمكن أن يرى ما هي الستيتس لل HTTP. إذا كانت هي 404 فهذا يعني أن يعني الموضوع مفهوم أكثر جيد، أو مثلا 500 أو إلى آخره. فهذا بخصوص هذه النقطة. فإذا نحن قمنا بنقطة get single article، فإذا الآن يجب أن نقوم بالنقطة الأخرى التي هي get articles، get all articles. وقبل الذهاب إلى تلك النقطة هنا، لاحظوا عندما قمنا بكاتش وقمت أنا بإرسال response جيد، أنا أريد أيضا return فقط لأتأكد أن لا يذهب أبعد من ذلك. أو هنا أيضا بelse أيضا سأرسل return حتى أتأكد أن لا يكمل القصة، وهنا لدينا return. بالفيديو السابق قمنا بالتحدث عن الفرق بين exit و return. exit تقوم بexit السكريبت كامل، return فقط للملف الحالي أو السكريبت. كان ممكن أيضا هنا لاحظوا أن نضيف بget single article، إذا كان هنا لاحظوا إذا كان هنالك method هنا، إذا كان method get وال ID موجود فعليا، فقم بإرسال هذا. طبعا أيضا قمنا بكتابة هنا إذا كان ال ID هو numeric وكان ال ID أكبر من 0 فقم بهذا. طيب ماذا لو لم يكن هذا؟ فيمكن أن أرسل هنا else بكل بساطة، وأن أرسل أن هنالك مشكلة بإدخال المستخدم لل ID، أرسل خطأ 400. خطأ 400، كل أخطاء 400 تتعلق بالكلاينت. وهنا يمكن أن أرسل أيضا مرة أخرى، أرسل جيسون مع الريتيرن الخاصة بها هكذا. وهنا أرسل التالي، أنا أقول هنالك خطأ، هل يوجد ديتا؟ لا يوجد ديتا. والمسج هي invalid ID جيد. والإيرور هو عبارة عن خطأ 400، وهنا سأكتب the ID query أو the ID must be a valid integer مثلا جيد. فإذا الآن لو أنا كتبت هنا بدلا من 100 كتبت مثلا هكذا، لاحظوا جاءني هذا الخطأ مختلف عن الخطأ 404، والخطأ يقول أن الـ ID must be a valid integer جيد. فهذه هي فكرة أن كلما يدخل الشخص شيء يعني أنت نوعا ما تعطي فكرة أين هو، يعني أنت أدخل ID خطأ فأنت تنبهه، تقول أنت أدخلت ID خطأ، المقالة غير موجودة تنبهه. لكن مرة أخرى كما أقول دائما لا تعطي كثير من المعلومات، لكن بشكل عام يعني جيد أن تقول له المقالة غير موجودة أو ID خطأ حتى يتم تصحيحه. فإذا الآن get all articles، فإذا بخصوص get all articles سنكتب هنا إذا كانت الميثود تساوي get، وبداية سنجلب كل الارتيكلز ونضعها هنا بهذا الشكل، وأيضا سنقوم بإنشاء try وcatch statement، وهنا سنجلب الexception error جيد هكذا. يمكن أن نجلب نفس الشيء الcatch التي وضعناها هنا، نفس الشيء أن نقول هنالك خطأ
متعلق بالسيرفر هنا بهذا الشكل. فإذا خطأ في من جهة السيرفر. فإذا هذا بخصوص هذا الموضوع. الآن بالنسبة للتراي فقط نريد أن نجلب كل الارتكلز. في كل بساطة بداية يمكن أن نجلب ال SQL عفوا SQL query ويساوي select all from next articles وسنجلب result لهذا الموضوع والresult من connect الموجود بالملف ملف الconfig وهنا سنقوم بتطبيق SQL query. إذا كان هنالك result بمعنى آخر إذا كان النمبرز نحن اتفقنا النمبرز يعني القيود أكبر من 0 يعني أكبر من 0 يعني 1 2 يعني هنالك result ففعليا سنقوم بإضافة هذه الارتيكلز التي لدينا من كل رو سنقوم بإضافتها للارتيكلز التي لدينا فطبعا كل رو سنجلب منه الريزلت فقط يعني جلب الريزلت من هنا وهنا سنقول أن الارتيكلز يساوي هذا الجيد فقط فإذا نحن جلبنا هذا فإذا بالتالي سنرسل كود response code 200 وسنرسل أيضا json response نفس هذا لأنها standard أصبحت الآن standard response لدينا فهنا سنرسل النجاح الdata هي الarticles والmessage operation completed ستكون والerror سيكون null إذن الآن سنمسح هذا كله ونكتب null وبالتأكيد نهاية سنكتب return واضح؟ فإذن الآن هذا إذا كان هنالك result إذا لم يكن هنالك result فبالتالي انظروا هذا هو إذا كان هنالك result إذا لم يكن هنالك result سأرسل else ودعوني أنسخ وألصق فإذن هنا سنضع هذا مع الريتيرن مع الريسبونس بهذا الشكل فإذن الآن سنرسل 404 أن لا يوجد articles وبالتالي هنا سيكون لدينا error ولا يوجد articles يعني لا يوجد data يعني null operation completed هي فعلا completed يعني لكن no articles found وبخصوص الerror ستكون عبارة عن array الكود بداية سيكون هو 404 والمسج ما هي المسج المسج there are no articles found هنا بالنسبة للمسج يمكن أن نقوم بتأكيدها مع المسج العلوية هنا لـ 404 أن record not found يمكن أن نجلبها نفسها هنا حتى يتم التوحيد مثلا مع هذا الموضوع لكن نكتب هنا records not found فإذن الآن يمكن أن نقوم بتجربة ذلك فإذن articles فإذن ها هي فإذن نجاح وهذه هي الداتا operation completed و null طبعا بخصوص أن إذا لم يكن هنالك articles فهل سيرسل 404 هل هذا شيء جيد برأيكم يجب أن نفكر به لكن دعنا نتأكد أن هل كانت هنا النتورك reload فإذا النتورك 200 صحيح يعني الطلب 200 صحيح فإذا ممتاز فالآن لنستمر مع هذا الـ API الخاص بنا طبعا بالنسبة لهذا هذا كلها سأحذفها التي علقتها قبل قليل جيد فإذا الآن كل شيء قمنا بإضافة return له فإذا هذا مثلا هذا لكاتش جيد فإذا هذا لكاتش وجيد فإذا أعتقد هذا شيء جيد فعليا وإذا الآن لنستمر هل نرسل post request مثلا برأيكم هل نعالج هذا فإذا دعونا نتوقف ثواني ونكمل طيب نكمل فإذا الآن بموضوعنا في البوست داتا فبخصوص البوست هنا فيجب أن طبعا هذا الارتكل هل قمت أنا بتغيير شيء نعم حذفت هذا ولم أحفظ الملف جيد فإذن هنا بالنسبة للبوست فبكل بساطة نفس الفكرة سنتبع نفس الموضوع وأنا بكل بساطة سنقوم نحن بtry وcatch نفس الفكرة بcatch هنا سنجلب exception هكذا وerror ونفس الفكرة بهذا الerror سنجلب هذا الerror بهذا الشكل ونضعه هنا
فإذا error سيكون لدينا server error بهذه الحالة. فإذا بالنسبة للتراي سأجلب أنا كل شيء كتبته في وقت سابق بالنسخة الأولى من هذا السكريبت، سأجلبه كله هذا هكذا جيد وأضعه بداخل التراي. فإذا الآن الذي سيحدث هنا أنا سنجلب الداتا، هذه الداتا يجب أن نقوم بفاليديشن لها، فإذا علينا أن نقوم بفاليديشن. هذا الشيء الذي أنا أريد القيام به إذا أسعفنا الوقت، أو ربما نأخذ استراحات ونكمل بالفاليديشن. بخصوص هنا سنكتب كيف سنقوم بحل هذه القصة، هنا كيف سنقوم ب هنالك أكثر من شيء فعليا يجب أن نقوم به بهذه الخطوة. والشيء هو أن عندما نقوم نحن بإضافة articles فيجب أن نضيف لها user ID، صحيح؟ وهذا user ID يجب أن نتأكد أنه موجود في قاعدة البيانات، وإذا كان موجود يجب أن نوصله مع هذه الارتيكل، إذا لم يكن موجود فنحن سنرسل خطأ لهذا الموضوع. فإذا هنالك كثير من الفاليديشن هنا، فبالتالي يمكن أن نبدأ هنا نقول أن الداتا، نكتب هنا validate data وثم validate user ID وثم make sure أو تأكد أن اليوزر ID أو does the user ID exist فعليا، لأن بالنهاية بقاعدة البيانات، هذه قاعدة البيانات لدينا هنا الارتيكلز، الارتيكلز لديها ID، ونحن نريد أن نتأكد أن عندما نضيف article نريد هذا الID فعليا يكون مرتبط بuser موجود هنا، فلا نريد إضافة ID لشخص غير موجود، أو نريد مثلا إضافة هنا article مثلا لuser ID مثلا أو author ID مثلا 10 و10 غير موجود. فإذا هذا الشيء الذي أقصده بهذا الموضوع. فإذا الآن لاحظوا، سأعتبر أنا في هذه الحالة سأعتبر أنني قمت بالفاليديت، فسأعتبر أنني قمت بهذا الفاليديت وجلبت أخطاء من هذا الفاليديت. فإذا هنا سأعتبر أنني here validation goes and sanitization، أنا يجب أن أنظف أيضا الداتا من أي سكريبت طال من أي شيء، أقوم بالترم الفراغات أيضا، سنرى ذلك بعد في قسم الفاليديشن. وهنا سأكتب أن هنالك errors، وهذه الايرور هي ناتجة من الفاليديشن، لكن فعليا الآن أنا ماذا سأفعل؟ سأكتب أن هذه الايرورز هي array فارغة مبدئيا، جيد؟ وهنا سأتساءل إذا كانت الايرور empty، فإذا لم تكن الايرور هذه الايرور إذا لم تكن empty فهذا يعني أن هنالك خطأ فعليا، هناك خطأ، وبالتالي أنا سأرسل response code 422. هذا الخطأ يعني هناك validation error، سنقرأ عنه بعد قليل. أيضا أريد إرسال response، فإذا سأقوم بأخذ هذا response هنا، سأرسل response. فإذا هنا أن هناك أخطاء validation، هناك error، هل هناك data؟ لا. سأسمي هذا الخطأ، سأسمي هذا validation error، يعني خطأ بالvalidation، والخطأ سيكون 422. وهنا بالنسبة للerror هذا سيكون هو عبارة عن بداية الكود، مرة أخرى سنرسله، طبعا هو عفوا، فإذا هذه المسج ستكون هي هذه المسج ستكون هي عبارة عن ماذا؟ عن هذه الايرورز التي فعلا حصلنا عليها، ما رأيكم؟ فإذا ماذا تكون هذه؟ نرسل الايرورز، فإذا بالمسج نرسل الايرورز، فإذا دعونا نرسل الايرورز في هذه المسج. فإذا بكل بساطة الشيء الذي سيحدث هنا أن مرة أخرى ستأتيني الداتا من المستخدم، أنا سأقوم بتنظيفها وفاليديت لها بمكان آخر، لكن أنا أتخيل الآن أنني قمت بالعملية وتم إعادة errors من جراء هذه العملية. مبدئيا أنا جعلت هذه errors فارغة، لكن هنا جعلتها empty array، لاحقا سيتم تعبئتها بالأخطاء. إذا كان هنالك أخطاء، يعني errors array ليست فارغة، هنالك أخطاء، فأنا سأرسل validation error للuser.
وبعد إرسال الـ validation error سأريد return لأني لا أريد الاستمرار. واضح؟ وإذا هنا انتهيت الآن من موضوع الـ انتهيت الآن من موضوع الـ validation الخاص بالـ data التي هي ID و title description إلى آخر. الآن موضوع الفقرة رقم 2 هي أن هي طبعا لم قمت بمسحها، فإذا هنا سأعيد كتابته. أو ها هو فعليا validate user ID أو author ID، وهل هو فعليا موجود؟ جيد. فبالنسبة لل validate author ID سيتم من خلال ال validation التي سأكتبه لاحقا. فالآن يتم اعتبار أن ال validation هذا ال author ID valid حاليا إذا وصل لهذه النقطة. فإذا الآن أريد أن أتأكد هل ال author ID فعليا موجود، يعني أريد أن أقوم بطلب لهذا الجدول وأتأكد أن الـ ID موجود. وإذا كان موجود فجيد، لم يكن موجود سأرسل خطأ. فإذا هنا سأقوم بـ query للـ database، فإذا query user، وهنا سأكتب select all from all columns، يعني from next users where الـ ID يساوي الـ author ID. طبعا الآن هذا الـ author ID من أين سيأتي؟ ربما أنت تتساءل من أين سيأتي. فعليا الـ author ID يأتي من الـ data، وهنا أريد فعليا أن أقوم بـ extract للـ data. هذا الـ function extract للـ data ماذا يفعل؟ مثلا الـ data كان فيها title، كان فيها مثلا الـ data كان فيها data مثلا فيها title، فيها مثلا title يساوي مثلا كذا و description فيه كذا. فإذا extract data الذي سيحدث الآن، يمكن الدخول للداتا من خلال variable اسمه title. فإذا قمت باستخدام title سأحصل على title، إذا قمت باستخدام description سأحصل على description. جيد. فهنا بالداتا يوجد author ID، فإذا الآن يمكنني الدخول للauthor ID من خلال هذا، خصوصا بعد استخدام extract data. جيد. فإذا نستمر. فإذا هنا أنا قمت بالطلب، بعد القيام بالطلب سأقوم بجلب الريزلت، والريزلت هي من الكونكشن. هنا سنقوم بكويري لكويري اندرسكور يوزر، وسنتساءل معا هل الريزلت كم عدد القيود المستردة num rows، هل هي تساوي 0؟ إذا كانت تساوي 0 ففعليا أن هذا اليوزر غير موجود، فأنا سأرسل 404. ويمكن أن نتناقش على هذه الـ 404 لاحقا، لماذا 404 أو لماذا لا. فإذا كان لديك رأي أفضل حول الموضوع، إذا فهمت هذه النقطة ولديك رأي أفضل فأخبرني يعني. فهنا بالنسبة للستيتس ستكون error data null. الخطأ هو ليس validation، الخطأ هو record not found. وبالنسبة للإيرور سيكون هو 404، وبالنسبة للخطأ هنا سنكتب أن the provided user ID أو author ID مثلا has no record in the database. جيد. وبعد الانتهاء من هذا نقوم ب return. فالآن قمنا نحن بماذا؟ قمنا بكل بساطة بماذا قمنا نحن ب تأكد إذا كان موجود. إذا لم يكن موجود سنرسل رسالة خطأ وسنقوم بالخروج من الموضوع ككل. جيد. فإذا كان هنالك خطأ بالتايتل، خطأ بالدسكريبشن، خطأ بنوع المعلومات المدخلة، سنرسل له خطأ ونوقف الموضوع عن العمل. لن نضيف إلى الداتابيس، لن نصل لمرحلة يعني لاحظوا أعزائي الوصول لمرحلة الداتابيس لإرسال بيانات للداتابيس يجب أن تكون آخر مرحلة، يعني بعد أن تنظف وترتب الأمور وتنظم كل شيء، تأكد الداتا صحيحة ترسل للداتابيس. في نهاية القصة يعني في نهاية الفانكشن هنا سنرسل للداتابيس. فنحن الآن تأكدنا أن لا يوجد إيرور، الآن هذا سنكتبه لاحقا الفاليديشن. وهنا أيضا تأكدنا أن اليوزر موجود، إذا لم يكن موجود سنرسل خطأ ونخرج، لن نضيف أي شيء لقاعة البيانات. لكن إذا فعليا اليوزر موجود فماذا يعني ذلك؟ فيعني بكل بساطة أن يمكن الاستمرار للخطوة التي تليها. ففعليا هنا يمكن أن أبقي الأمور كهذا كما هي، أن حصلنا على التايتل. طبعا هنا حصلنا على التايتل لا داعي لهذا لأننا قمنا باستخدام extract في الأعلى، فلا داعي لهذه النقطة.
أن نحصل على الأمور بهذا الشكل، لأن يوجد إكستراكت بيمكننا الحصول على التايتل والديسكريبشن من هذا. لكن عندما دعونا هل نجرب الموضوع، هل نجرب الإضافة؟ فإذا دعونا نجرب الإضافة لنرى ما الذي سيجري وثم نكمل. فإذا دقيقة لأفتح الملف، فنريد أن نفتح حتى نقوم بفتح البرنامج الذي يساعدنا على تقديم الطلبات ولنرى ما الشيء الذي سيحدث. فسأقوم الآن سأريكم الشاشة، لكن أريد إنشاء ريكويست هنا. فإذا articles API، فإذا هذا هو الآن. هل تظهر الشاشة الآن؟ لأن يفترض تظهر الآن الشاشة. فإذا الآن النقطة التي أقوم ببوست لها هي هذه النقطة نفسها، نقطة الارتيكلز هي، والبوست ها هو جيد. وإذا الآن سأكتب body json، وهنا سنكتب مثلا title new article مثلا و description. أريد إدخال كل شيء، فإذا description و content keywords و category. لاحظوا بالكود يوجد title description keywords. ال author id أيضا أريد إدخاله، عفوا author id سأدخله يكون مثلا واحد، لنقل واحد. فإذا sent، فإذا an article has been added successfully. إذا قمنا بعرض الداتابيس الارتيكلز بالداتابيس هذه هي new articles، فإذا هذه التي أضفتها، جيد ممتاز. طيب لو أنا قمت مثلا بإدخال مثلا ID مثلا 10، ما الذي سيأتي؟ لاحظوا جاءني 404 error record not found the provided author ID has no record in the database، لأن بكل بساطة هذا ال ID 10 غير موجود. لنتأكد أنه غير موجود، غير موجود. فإذا ID 1 و 2 فقط، لا يوجد 10. فإذا ممتاز، الشيء ممتاز جدا. لكن لاحظوا ما المشكلة الآن. المشكلة الآن أن مثلا أنا أدخل article، لا داعي أن أدخل كل شيء، يعني التايتل سيكون required بالvalidation rules الذي سنتعامل معه لاحقا، description سيكون ربما required، الكونتنت لا داعي أن تدخل الكونتنت، لا داعي أن تدخل الكيورد، لا داعي أن تدخل الكاتيجوري. فإذا قمت أنا بحذف هذه كلها، هذه حذفتها وقمت بالسند، طبعا دعونا نكتب هنا article 777 حتى يعني نميزها. لاحظوا هنالك error حصل، وهذا الايرور مرة أخرى، طبعا هذا الايرور طبعا لماذا؟ لأن كتبت أنا 10، ليش بدنا أكتب 1 مثلا؟ send، لاحظوا حصلت على خطأ، وهذا الخطأ طبعا لاحظوا هنا كتب an article has been added، لكن هنالك warnings هنا لدي warnings، هذا غير معرف، هذا غير معرف، لماذا لم نقم باكستراكت لها؟ إذا لنرى إذا تم إضافتها فعليا، عفوا فإذا فعليا تم إضافتها هذه التايتل، لكن الشيء الذي حصل فعليا أن لماذا هذه غير معرفة برأيكم؟ لماذا جاءت الديسكريبشن غير معرفة؟ التايتل معرفة، لماذا؟ لأنني أضفتها. أين هو؟ هكذا التايتل تم إضافته، author id تم إضافته، لكن لاحظوا يقول أن الديسكريبشن غير موجود، ال content غير موجود، keywords category غير موجود. لماذا؟ لأن بكل بساطة أنا قمت بextract للdata، وعندما قمت بextract للdata الdata تعطيني variables حسب المدخل. فإذا الشخص أدخل title سيعطيني variable dollar sign title description dollar sign description، جيد. لكن أنا لم أدخل description، لم أدخل content، لم أدخل category، ولكن أدخلتها الآن في قاعدة البيانات هنا، فالآن سيقول لي أنت تدخلين شيء غير معرف، ها هو. فكيف أقوم بحل هذه المشكلة؟ فإذا بداية الداتا التي يرسلها الشخص للباك إند، الداتا هي عبارة عن جيسون كما نعرف، هذه الداتا وفيها كي وفيها فاليو، يعني الكي هو التايتل، الكي هو التايتل، الأذر آيدي هو التايتل، هذا عبارة عن ماذا؟ فاليو. فيمكن أن أحصل عليها بكل بساطة من هنا. فماذا أكتب؟ لاحظوا سأكتب get أو process the user data، جيد. وهنا سأكتب يعني أوضح، هذه الكيس هي نفسها الكولوم تايتل،
وهذه الـ values هي نفسها الـ values التي سأدخلها بالـ database. جيد، فبالتالي هنا يمكن أن أكتب أن الـ column names هي عبارة عن الـ array keys للـ data. طبعاً الـ array keys هي تعيد لي array من الـ keys. جيد، array من الـ keys، صحيح؟ الآن سنقرأ عنها. وهنا بالنسبة للـ column values سنجلب الـ values بهذا الشكل، فإذن array values من الـ data، واضح؟ فإذن ثم يمكننا ماذا؟ أن نرسل طلب للـ query SQL. يمكن بعدها أن نرسل query SQL، وهذا الـ query يكون بالشكل التالي، هو أننا سنقوم بهذا الشكل، سنكتب هذا سيكون يعني أنا أكره PHP لهذا الموضوع فكرة، لأن علي الآن أن أقوم بجمع العناصر المختلفة بطريقة معينة، خاصة بموضوع إضافة string مع variable. فإذن الآن أنا أريد، فإذن insert insert نكتبها capital letter، فإذن insert into، جيد، واسم الاسم ال اسم ال table next articles، جيد، وهنا سأقوم بفتح أقواس بهذا الشكل، وسأقوم بجمع معها شيء معين هنا، ولكن بالطريقة التالية، بداية أريد إغلاق الشيء الذي فتحته في الأعلى هنا، أريد إغلاقه بكل بساطة، سأغلقه بهذا الشكل هنا، أعتقد هكذا. فإذن هنا أغلقت أنا فعليا، طبعا لم أنتهي بعد، لكن أغلقت هذا التي فتحتها هنا، ولنكتب. فإذن هذا insert into next articles، فإذن ها هي، وهنا سأكتب هذا الفانكشن الذي يقوم فعليا بفك الاراي او تحويل الاراي لسترينج. فاذا بهذا الشكل، وثم ساقوم ب، طبعا هذه اغلقتها للتو، فبالتالي هنا سنقوم باضافه شيء جديد هنا، والذي هو سيكون عباره عن values. سنضيف values لهذه الكولوم، والان ساوضح لكم لماذا أكتب بهذه الطريقة، أو ما الشيء الذي سيحدث فعليا. فإذا الآن سنضيف الـ values، والـ values فعليا هي عبارة عن نريد أن نحيطها بـ quotation mark. يمكن أن نكتب هكذا، أن الـ values هكذا، نكتب column values، يمكن أن نكتب هكذا، لكن فعليا الـ column values، الـ column values يجب إحاطتها بـ quotation بسنجل كوتيشن مارك. فبالتالي هنا سأستخدم فانكشن هنا ب PHP اسمه array map، جيد، وهذا array map سيأخذ value قيمة معينة، ومن هنا سنقوم ب return منه، سنضيف هنا سنجل كوتيشن مارك، وهنا سنضيف value هنا، وثم سنغلق هذه الكوتيشن مارك. طبعا أنا أضفتها مرتين لأن بكل بساطة المحرر يضيفها بهذا الشكل، فإذن هي مرة واحدة فقط، وأعتقد هكذا انتهينا. طبعا عفوا، هنا يجب أن أقوم بإدخال هنا الكولوم فاليوز الأري فعليا التي أريد أن أقوم بالعمل معها بهذا الشكل. فلنرى، طبعا هذه، فإذا قمنا ب بهذا الشكل، فقط أريد الآن أن أقوم بهكذا. فإذن لنختبر هذا الموضوع، هنالك خطأ على ما يبدو، فإذن لنرى ما هو. فإذن قمنا ب insert into، دعنا نضعها capital letter و next articles، وقمنا بفتح هذا القوس، جيد، الذي ينتهي هنا، فإذن جيد، قمنا بجمع column names بفاصلة، فإذا قمنا بتحويل النيمز، يعني بالتالي هذا يفترض أن تكتب هكذا، أن تكون هكذا title description أو title فاصلة description فاصلة content. فإذا مثلا يعني، فإذا هذا يجب أن تكون بهذا الشكل، فإذا ممتاز. وثم قمنا بإغلاق هذا الشيء، وقمنا بكتابة values، وقمنا بفتح قوس هنا الذي أغلقناه في النهاية، و هنا قمنا فعليا بأخذ الـ values. فإذا نحن فعليا نريد أن نقوم
الري ماب، فإذا هذه هي جيد. فإذا لماذا أنا وضعت قوس؟ القوس الثاني هو لهذا جيد، والفانكشن لهذا. فإذا أنا الآن فعلا ضعت من هذا الموضوع، وأنا أكره فعليا أن أقوم بماتشنج للأقواس لنرى ما هي المشكلة مرة أخرى. فإذا نفكر معا. فإذا هذه هي الفاليو، هذه أغلقناها بهذا الشكل، وهنا قمنا ب نعم الخطأ هنا لأنني نسيت السيمي كولون. ما هذه الأخطاء المزعجة. فإذا هذا هي، فإذا سأشرح لكم ماذا هذا. عفوا أنا كتبت توقف قصير ونسيت أنا مساحة، عفوا أعتذر منكم. فإذا الفكرة الآن سأشرحها لكم مجددا، هو أن الآن insert into articles، فإذا هذا الفانكشن فإذا يقوم بتحويل الأري التي أنشأناها من الكيز الخاصة بالديتا التي هي title, description و content إلى آخره، والفاليوز هي فعليا الديتا تايتل، ما هو مثلا مقالة جديدة هكذا. قمنا بانسيرت انتو ذا داتا بيس، فاذا هذا الكولوم قمنا به. يفترض الان كيفية امر انسيرت ان يكون لدينا انسيرت هكذا وثم تايتل بهذا الشكل، صحيح؟ يجب ان تظهر الامور بهذه الطريقة. فانا قمت بجنريت لها بشكل اوتوماتيكي من خلال او بشكل ديناميكي، هو ان بكل بساطة فتحت أقواس بهذا الشكل، وهنا حولت الأري من الكيز مع هذه الكولوم بهذا الشكل بأسماء هذه الكولوم. طيب فإذا هذا شيء جيد. ثم قم بكتابة values، والvalues يجب بالvalues أن نقوم بإضافة الكولوم values. فيمكن أن نستخدم نفس هذه الطريقة الموجودة هنا، لكن قم باستخدام الفكرة أن values يجب أن تحاط بsingle quotation مثل هذا. وبالتالي انا قمت باستخدام فانكشن اسمه array map. هذا الفانكشن ياخذ فانكشن معين وياخذ array، ويقوم بتطبيق هذا الفانكشن على كل عناصر من هذه الاراي، ويقوم باعاده array. فبالتالي هنا اعاد لي array فيها الفاليوز محاطه بسنجل كوتيشن مارك. وبالتالي ثم هذه الاراي قمت بالفصل بين عناصرها بكوما. لماذا؟ لاني اردت انتاج مثل هذا جيد. فإذا الآن سأقوم أنا بكومنت لهذا الموضوع، والآن سأحاول مرة أخرى بإنسيرت لهذا، هل سيعطيني خطأ أم لا؟ فإذا سنت، فإذا article has been added، لا يوجد أخطاء. وفعليا طبعا دعوني أغيرها، مثلا نقول 9 الآن. فإذا سنت، فإذا الآن لاحظوا أن article has been added. وإذا الآن إذا قمت بالتحديث بقاعة البيانات سأجد أمامي الارتيكل 9، جيد؟ فإذا ممتاز. لكن أنا لم أعدل على سأمسح هذه الآن، جيد؟ والآن سنستمر بإنتاج شيء مهم بهذا الـ API. فإذا نلاحظ الآن إذا كان الـ SQL query true، فبالتالي نحن نريد أن نرسل response، وهذه response ستكون 200. أنا كل شيء تمام، كل شيء جيد ممتاز. ونريد أن نرسل هنا message. هذه message طبعا سأخذ من هنا حتى هكذا، جيد. وهذه message ستكون هنا. فإذا أول شيء سنقول أن هنالك نجاح، data null، لا يوجد data. وهنا بالمسج طبعا الايرور أيضا سيكون null. فإذا null الايرور أيضا سيكون null. والمسج هنا ستكون هي عبارة operation completed، يمكن أن تكون operation completed أو operation insert operation، مثلا insert into the database أو add operation completed حتى نكون أوضح. يعني يمكن أن أيضا أن نكتب insert كما نحن قمنا بعملية ال insert into the database، ويمكن أن نكتب insert operation completed، جيد. فإذا هذا بالنسبة لهذا الموضوع true. سأحذف هذا أيضا، سنقوم ب return لأن انتهينا. إذا كانت تمام كل شيء تمام، لا أريد الذهاب أبعد من ذلك. أما إذا كانت هنالك لدينا هنا خطأ، فبكل بساطة هذا الخطأ else سأضعه هنا، سأكتب error وسأكتب database error. فإذا ما رأيكم نكتب database error أو SQL error؟ SQL
ايرور نبقيه 500، ولكن هنا الايرور سيكون هو عبارة عن الكونكشن ايرور الذي جاء من الداتا بيس، جيد، وهذا سأحذفها. وأيضا هنا لا أنسى نقوم بريتيرن حتى استبعد أمر أن يستمر بتنفيذ أي شيء. فإذا الآن أعتقد البوست الآن ممتازة. الآن يمكن أن أقوم بإنسيرت، مثلا هنا سأرسل واحد. فإذا لاحظوا الآن جاء النتيجة نجاح وديتا نال، insert operation completed ونال. لكن مجرد أن مثلا حتى لو قمت مثلا أنا الآن بكتابة مثلا أي شيء هنا، فإذا الآن لاحظوا not found، لأن هذا record not found author ID. فإذا يبدو أن الشيء الذي صنعته جميل، يبدو أنه جميل، يبدو أنه يعطي نتائج فعلا قياسية، ويمكن فعليا أن أقوم بنشر هذا الـ API لاحقا عندما يكون يعطي هذه النتائج الستاندرد، وأيضا يعالج كل الانبوت الموجودة. طبعا بقي أن نضيف الفاليديشن وهذه الأمور، لكن يعني نحن نتشوق لإنتاج كود جيد. فإذا الآن لدينا بوت ولدينا ديليت، هل نبدأ بها؟ هل نبدأ بها أم نستريح قليلا أم ماذا؟ فإذا لنرى. فإذا دعونا نبدأ بالأبديت. والأبديت فعليا فيها بعض من العمل، لأن بكل بساطة الأبديت يجب أن نتأكد أن الاي دي موجود، ويجب أن يكون نتأكد أن الديتابيس الارتكل التي يريد تعديلها موجودة. فإذا دعونا نبدأ بالأبديت. فإذا أبديت أن ارتكلز، فإذا هذا فعليا هنا سنسأل إذا كان الاي دي موجود، وأيضا إذا كان is numeric. فعليا نفس الشيء الذي كتبته أنا في الأعلى، then is numeric، هنا get وهنا id، وهنا سنكتب get id، id، وبالتالي طبعا هذا أكبر من زيرو يجب أن تكون. إذا كانت أكبر من زيرو فهذا يعني أن id صحيح، وبالتالي هنا مباشرة يمكن أن نذهب ل else. يعني إذا كانت الميثود بوت وتم إدخال ID، فأنا فورا أريد ذهاب لإلس هنا. وإذا كان فعليا هنالك لم يكن هنالك ID مزود، فبكل بساطة أنا فورا سأرسل هنا HTTP response code 404، أو ليس 400، الذي يعني هنالك خطأ من المستخدم، و A code JSON encode، و هنا سنكتب الستاتس بتكون هي عبارة عن error. لاحظوا مجددا أنا أكتب كجافا سكريبت لأنني معتادة على كتابة جافا سكريبت، جيد. فإذا هذا، إذا بالنسبة للديتا ستكون null، لا يوجد ديتا. وبالنسبة للمسج نكتب invalid ID. لاحظوا نفس الرسالة التي كتبناها بجد، هنالك نوع من الاتصاق بالـ API الخاص بنا. الايرور سيكون هو عبارة عن array بcode 400، والمسج ستكون the id. id ماذا كتبنا في الأعلى؟ يمكن أن ننسخها من الأعلى، لكن يمكن أن نكتب الآن the id must be a valid integer، وهنا هكذا وانتهينا. فإذا الآن يمكن أن نجرب ذلك. فإذا هنا نغير البوت request، وهنا لن نزود the id، سنكتب send، سيقول هنالك error invalid id، the id must be a valid integer، وهو فعليا لا يوجد ID. جيد. فإذا حتى لو كتبت أنا هنا مثلا ID مثلا يساوي كذا كتابي، يعني سيقول نفس الفكرة. هذا ممتاز، فهذا نوعا ما من validation لل ID. طيب، فإذا الآن نكمل مع قصتنا وموضوعنا. فإذا الآن فعليا أنا هنا بال ID جلبت ال article ID، وها هي ال article ID، وجلبت الداتا. فذا نفس الفكره الخاصه ببوست التي قمنا بها بايرور، وهذه الامور نفسها نريد ان نكررها فعليا. فيمكن ان نقوم بنسخ ولصق هنا. فبالنسبه لبوست هنا، فذا نحن قمنا باكستراكت الداتا، قمنا بجلب الايرور، اذا كان هنالك ايرور اظهرنا الايرور وتاكدنا ان الاثر اي دي موجود. فإذا هذا الشيء الذي قمنا به نفسه سنقوم به بماذا؟
هنا في الـ Article ID. فذن هنا سأمسح هذه التعليقات. هنا سنجلب الـ Error. إذا كان هناك Error سنضع الـ Validation Error و Return. غير ذلك سنتأكد هل الـ User ID موجود. إذا كان غير موجود سنرسل له مثلا طلب أنه غير موجود ونستمر. فذن الآن نقول أن نجرب مثلا بوت، وهنا سأكتب الـ Article ID التي أريد تعديلها هي 24. فذن هنا سأكتب 24، وبخصوص الـ Author ID سأكتب رقم آخر. فذن الآن لنرى النتيجة، سيقول لي record not found, the provided author ID has no record in the database. فإذن صحيح، إذا كان عدلت لليوزر غير موجود فبالتالي سيقول لك أن اليوزر غير موجود، وهذا شيء منطقي. فإذن الآن نريد أيضا أن نتأكد أن هذه الارتيكل موجودة فعليا. فإذن زائد أن اليوزر موجود، نريد أن نتأكد أن الارتيكل المعدلة موجودة. فإذن هنا يمكن أن نكتب تعليق check if the article exists، وهنا سنكتب query underscore article، وثم نكتب الأمر select all from next articles where id يساوي article id. طبعا ربما تتساءل من هو الارتيكل اي دي، جلبته في الأعلى، ها هو جلبته من الأعلى بعد أن قمت بالتأكد أنه نوميريك وإلى آخره، جلبته من الأعلى. فإذن هذا هو الارتيكل آي دي. أيضا ربما تتساءل لماذا أنا أضع مثلا هذا أو هذا، فأريد الشرح عن هذا لأن ربما أنت لا تعرف، فأريد أن أوضح لك. إذا عندما تتعامل مع أسماء الأعمدة وأسماء الجداول، النكست articles اسم جدول، آي دي اسم عمود، فعندما تتعامل مع هذا قمت يعني حاول أن تحيطه بهذه التك الموجودة هنا. جيد، حاول أن تحيطه بهذا. إذا كان لديك string مثلا article id هي string نوعا ما، هي ليست شيء، ليست اسم عمود، ليست اسم جدول، فعليك أن تضعها بsingle quotation بهذا الشكل. واضح؟ فذن لذلك أنا أستخدم تفاديا لأخطاء. طبعا لو لم أكتب هذا سيعطيني خطأ، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يعطي خطأ إلا في حالة كان كلمة محجوزة أو شيء كهذا، مثلا شو، مثلا يجب أن تحيط، إذا كان لديك عمود اسمه شو يجب أن تحيطه بهكذا. جيد، وانتهينا من هذا الموضوع. الآن سنقوم بتطبيق هذا. بداية سنجلب الريزلت من الكونكشن لكويري article id أو query article، عفوا إذا كان هنالك result أو لم يكن هنالك result. إذا كان النمر هو num يساوي 0، فهذا يعني ماذا؟ يعني أنه غير موجود، يعني هذه الارتيكل غير موجودة، وبالتالي سنرسل 404. طبعا لماذا أنا أكتب بهذه الطريقة 404؟ وثم سنرسل جيسون نفس هذه الجيسون، سأرسلها أضعها هنا، وسأكتب error null record not found نفس الشيء، وهنا سأكتب the provided article ID has no record in the database، وانتهينا. الآن دعنا نجرب أن نقوم بتعديل على شيء مثلا شيء غير موجود، مثلا 900، ولاحظوا سيقول the provided. طبعا لماذا؟ لأنه مثلا لو كتبنا هنا واحد شيء موجود، والآن تعديل article سيقول هنالك record not found, the provided article does not exist. إذن واضح؟ فإذن الآن الفكرة أن إذا كانت موجودة ماذا يجب أن أفعل؟ إذا كانت موجودة يجب أن أعدلها، صحيح؟ يجب أن نرسل طلب للداتابيس. وبالتالي هنا إذا لم تكن not found فهي found، وبالتالي هنا أريد إرسال طلب للداتابيس. فإذن هنا يمكن أن أكتب نفس الفكرة السابقة، أن process the user data. بمعنى آخر أريد الآن أن أقوم بجلب الكولوم نيمز مرة أخرى. إذا قمت أنا بالتعديل أحيانا يوجد شيء أعدله، يوجد شيء أبقيه كما هو أو شيء كهذا، فلا لن أرسل كل الأعمدة مع طلب التعديل، وبالتالي علي أن أقوم بتحديد ما الشيء الذي أدخله اليوزر وهو الشيء الذي أتعامل معه. نفس موضوع البوست، هل هذا واضح؟ إذن الآن الكولوم نيمز
هي نفسها الـ array keys للـ data، والـ column values هي نفسها array values للـ data. لكن لاحظوا بالنسبة للـ update، يعني مثلا دعوني أريكم الـ update close كيف هي. إذا أردت تعديل هذا مثلا، أكتب مثلا عدلته وهنا عدلته وكتبت الآن go، إذا لاحظوا عبارة التعديل كيف تكون. update الجدول ثم set تختلف عن post. post نكتب values وأعمدة values بين أقواس، أعمدة بين values بين أقواس، لكن هذه تختلف. هذا فيها set، كلمة set عفوا، فيها كلمة set عفوا، وثم اسم العمود ثم قيمته ثم فاصلة ثم اسم العمود ثم قيمته ثم where item. بالتالي أنا علي أن أقوم بإنتاج هذا، علي أن أقوم بإنتاج هذا من مدخلات الشخص بشكل ديناميكي، أن أدخلها من مدخلات الشخص. يعني إذا الشخص أدخل تايتل أكتب تايتل يساوي كذا، أدخل تايتل ديسكريبشن أكتب هذا فاصلة هذا، إذا أدخل كونتنت أضيف فاصلة وتلك أيضا. جيد، فأنا حصلت على الأعمدة من ماذا؟ حصلت على الأعمدة من column names، وحصلت على values من column values. لكن كيف سأحصل على كيف سأحصل على هذا فعليا؟ هذا فاصلة هذا الشيء الذي سنعمل عليه الآن. فإذا بداية سنقوم بإنشاء هذا title يساوي كذا، سنحصل عليها. كيف سنحصل عليها؟ فبكل بساطة هنا سننشئ array جديدة سنسميها update close يساوي، ستكون عبارة عن array، وهنا سنكتب for each، وهنا سندور حول column names بالloop. فذا column names سنجلب كل column names، وهنا بالنسبة للupdate close سنضيف لها التالي. بداية سنجلب column name، column names الذي هو ماذا؟ column names الذي هو title description، ثم سنضع هنا يساوي، ومن الداتا سنجلب column name. يعني الداتا column name ستعطيني الفاليو. يعني هنا هذه هي الداتا، داتا title ستعطيني new article، وهنا ايضا انا فعليا ما الشيء الذي اقوم فيه، اقول له column name title يساوي data title التي هي new article، كأنني أقول title يساوي new article، وأضيف هذا لل updated close لكل عنصر من ال name، لكل عنصر من ال column name، ولا أنسى ال semicolon. الآن أريد تحويل هذه العبارة ل string، فبالتالي updated columns يساوي وأفصل بينها بفاصلة، فإذا أصبح لدي الآن array تحتوي على هذا وهذا وأي شيء آخر. الآن أريد أن أفصل بينها بفاصلة وأحولها لسترينج، فبالتالي هنا سأكتب بهذا الشكل، سأجمعها بفاصلة لأري الأبديتد كلوز. جيد، فالآن يمكن أن أرسل SQL، طلب SQL، فإذن query SQL، وسأكتب أو ليس هذا هكذا update next articles. سنكتب كلمة set، تعرفون لماذا سنكتب set؟ أو set، وثم سنضيف للstring الذي أضفناه، ثم سنضيف where id. سهل جدا، هل يوجد أسهل من هذا؟ إذن الآن بعد طبعا هذا هكذا وهكذا. جيد، إذن الآن set التي هي updated columns، وثم سنكتب where id يساوي single quotation article id. عفوا أنا كتبته capital letter خطأ، واضح. فإذا أنا أنشأت هذا الكويري. الآن بكل بساطة هذا الكويري على فكرة نفسه هذا الكويري أنشأته بطريقة ديناميكية أو دايناميك، ممتاز. فإذا الآن سنقول الشيء التالي، أن إذا سنحصل نريد أن نطبق هذا، فإذا result يساوي ويساوي connection query لهذا الكويري الذي هو يمكن أن نسميه update query أو query SQL. نبقي السياق، يمكن أن تغير أنت لاحقا. وإذا كانت الريزلت هذا تساوي true، فهذا يعني أن كل شيء تمام وتم التعديل. فإذا سنرسل كود 200، فإذا response
كود 200 وسنرسل جيسون هذا، سأقوم بلصقها هكذا أو نسخها ولصقها هنا. فإذا سنرسل نجاح فعليا. الداتا هي لا يوجد داتا، هو فعليا يمكن لا أعرف لا يوجد داتا، فإذا null. وهنا سنكتب operation update operation لأن قمنا ب update completed. الكود 200 وهنا يمكن أن نكتب الكود 200 لا يوجد error، عفوا أنا آسفة. فإذا هنا يجب أن نكتب error null هكذا لأن نجاح. فإذا هذا بالنسبة لي إذا كان كل شيء تمام. إذا لم يكن هنالك، إذا كان هنالك مشكلة مع هذه الأبديت، فإذا بالتالي سأرسل، طبعا سأنسخ هذا، سأنسخ أي شيء، أنسخ أي جيسون ريسبونس. فإذا لم يكن هنالك أوكي، فبالتالي هنا سنرسل طلب 500 لأن هنالك مشكلة بالطلب لقاعة البيانات وإيرور، سنسميه SQL Error والإيرور سيكون 500. وسنضيف هنا سنضيف ال connection error. واضح؟ جيد جدا. فإذا الآن نريد أن ننظف هذا، فإذا هذا لا نحتاجه فعليا، هذا كله لا نحتاجه فعليا، وكله هذا قمنا به بهذا الشكل. هذه الألس تعود لماذا؟ تعود إذا لم يكن valid، صحيح؟ وأعتقد هذا يجب أن أكتب هكذا لأنني أنا قمت به مجرد string. لاحظوا هذا الخطأ، أنا كل فكري أنني أتعامل مع array. فإذا send، فإذا هنالك مشكلة، ليست هنالك مشكلة لكن هذا البرنت يجب أن أحذفها. وإذا send، فإذا لاحظوا تم التحديث بشكل صحيح، فإذا ممتاز. فإذا الآن لنرى الـ ID 24 كيف كان، والآن الـ ID ها هو، فإذا ID 24 والـ صحيح، فإذا كل شيء صحيح، فإذا ممتاز. فإذا نتوقف ثواني ونعود. فإذا لاحظوا أعزائي كيف تكون الأخطاء، يعني أحيانا يعني الشخص يخطئ خطأ ويعني بسيط جدا بسيط جدا لكنه يوقفه عن العمل. يعني نحن كتبنا كل شيء بشكل صحيح، مرة نسينا السيمي كولون، ومرة يعني اعتقدنا أو أنا اعتقدت أن هذا array ونسيت هذه السكوير براكتس التي تعامل معها مع array. لكن تعرفون باستخدام عبارات الايكو أو print underscore r يمكن أن تعرف ما هي المشكلة فعليا. فإذا جاءك مثلا المتغير غير معرف يعني أن أنت كتبت اسمه خطأ. إذا جاءك مثلا أن هنالك مشكلة بالtype فتأكد مثل هذا. الآن لدينا كان مشكلة مع الtype يعني الايرور و تايب الايرور في حالتنا هو كان array، يجب أن نتعامل مع array ونحن نسينا هذه square bracket. جيد، فإذا ممتاز. أعتقد هذا شيء جميل عندما نكتشف الأخطاء نحل الأخطاء ونحاول يعني أن نتقدم أكثر. فالآن مع method delete، فإذا method delete يجب أن نقوم ب، طبعا أنا تعرفون أردت أن أقوم بالانتهاء من هذا مع الفاليديشن اليوم لكن أعتقد لا يمكنني ذلك. لاحظوا أشياء بسيطة، يعني أعتقد سننتهي عند الساعتين، فأشياء بسيطة مثل هذا تأخذ وقت، كل شيء يأخذ وقت. أنا فقط أقوم بكتابة هذا الكود وأقول كذا وأقول كذا ويأخذ مني وقت، لا يوجد شيء لا يأخذ وقت فعليا، لا يوجد شيء بسرعة. فإذا هذه ميثود ديليت أين ذهبت؟ ربما مررت عليها ونسيتها. ها هي ميثود الديليت. فإذا ميثود الديليت نفس فكرة ميثود البوت. أنا أريد بداية أن أتأكد أن فعليا يوجد لدي ID وأريد أن أفرض وجود ID، فبالتالي سأنسخ هذه العبارة من هنا وأضعها هنا، نسختها من الأبديت ووضعتها هنا. فأريد أن أتأكد هل هنالك ID. إذا لم يكن هنالك ID فورا سأرسل نفس الشيء الذي أرسلته نفس الشيء الذي أرسلته لأين؟ للبوت هنا عندما أرسلت رسالة أن invalid ID. فإذا نفس هذا موضوع invalid ID أريد إرساله هنا في حالة أن الشخص لم يدخل ID صحيح بالنسبة للديليت. فسأجرب ذلك فعليا مباشرة. فهنا سأكتب delete وهنا سأكتب أي شيء، فإذا send، فسيقول لي invalid ID، وإذا لم يدخله invalid ID، وإذا لم يدخله أبدا لا أدخل.
أدخل ID ولا شيء، أيضا سيدخل له نفس الشيء. فإذا هذا شيء ممتاز. فإذا الآن لنكمل، فحصلنا على الID، فيجب أن نكتب هنا فإذا الديليت. أين هو الديليت؟ فإذا ها هو الديليت. فإذا هنا فعليا حصلنا على الID. هنا سأكتب عبارة try و catch، سأكتب هنا exception error، ومباشرة أريد هنا أن أضع هذا الايرور، فإذا سأبحث عنه في مكان ما، ها هو مباشرة سأجلبه وأضعه هنا. فإذا فقط مجرد أن يحدث أي شيء فهذا يعني أن لدي خطأ على جهة السيرفر. سأجلب هذا الـ SQL query وهذا كله، هذا كله سأجلبه وأضعه هنا بتراي. فإذا لنقرأ ثم نكمل. فإذا بداية هنا لاحظوا سنحصل إذا كان هنالك ID ممتاز، لم يكن هنالك ID سنرسل invalid ID. سنطبق مجموعة من المعلومات من الأوامر، إذا نفذت ممتاز، إذا لم تنفذ سنرسل 500 error أو يعني server error. ممتاز. هنا أيضا نريد أن نتأكد إذا كانت هذه الارتيكل موجودة. في الفيديو السابق أنا قلت شيء، قلت أن يعني إذا لم تح إذا كانت هذه الارتيكل غير موجودة وطلبت حذفها، ف يعني ما الفكرة؟ يعني أنت تريد حذف مقالة، أنت ترسل لي طلب حذف مقالة وهذه المقالة غير موجودة أصلاً، فلماذا أخبرك أنها غير موجودة؟ هي أصلاً غير موجودة، فكأن أمر الحذف يعني حصل تلقائي، فلماذا أسأل هنا هل هي موجودة أم غير موجودة؟ يعني ليس موضوعي، صحيح؟ ما رأيكم بهذا الشيء؟ هل توافقون أم لا؟ المهم الآن لدينا هذا الـ SQL query، سنبقيه كما هو delete from next where id يساوي article id. لدينا هنا الـ connection يساوي true، سنرسل هنا 200 سنرسل، فعفوا هنا سأرسل response code 200، جيد، وسأرسل أيضا نفس الشيء الذي أرسلته هنا، لكن الآن سأعدل عليه، تعرفون؟ فإذا الآن سأعدل عليه بعد قليل. فإذا الآن هنا النجاح، كون حصل فعليا موضوع حصل فعليا موضوع الحذف، فبالتالي هنا نجاح. هكذا الديتا، هل يوجد ديتا؟ لا يوجد ديتا. هنا سنكتب المسج أن deletion أو delete operation completed، وهنا سنرسل ايرور. لن نرسل ايرور، لماذا؟ لان لا يوجد ايرور اصلا حتى نرسله، كل شيء تمام. فسنرسل نال، ايرور نال يعني. طيب اذا كان هنالك فعليا اذا كان هنالك ساخذ هذا الايرور هنا انسخه. اذا كان لدينا هنا فعليا ايرور، فهذا الايرور يفترض ان يكون على جهة الداتابيس، وبالتالي هنا ساكتب SQL ايرور، والايرور هو سيكون سأخذه من الكونكشن ايرور، وبالتأكيد سأحذف هذا وسأحذف هذا. طبعا هنا يجب أن أكتب return حتى لا يذهب أبعد من هذا، وهنا return وفقط أعتقد، وأيضا هنا return يمكن أن نكتب بعد أن ينتهي من هذا، جيد. فإذا الآن أصبح كل شيء تمام. فإذا الآن لو كتبت أنا مثلا طلب delete وكتبت ID 24 وهي مقالة موجودة، فإذا send سيقول لي delete operation completed، وأيضا يجب هذا الآن 24 يجب أن تذهب، هو بالفعل ذهبت وتم الحذف بنجاح. فإذا الآن لاحظوا ما الشيء الذي أصبح لدينا، أصبح لدينا API متكامل مع standard response، وأيضا نرسل، لاحظوا نرسل مثلا response معينة بال سنرى response المختلفة الخاصة التي نرسلها ب response code، خاصة عند ال validation سترى هنالك أرقام أخرى تظهر لك، دائما تظهر لك 200، الآن سيظهر لك 404 وغير ذلك. و لاحظوا في المستقبل يجب أن يظهر لنا 403 أو
403 لأننا نريد أن نحمي هذه النقاط، وإذا كنت غير مصرح لك الدخول نريد أن نقول لك 403 forbidden أو غير مسموح لك الدخول. فإذا ما الشيء الذي تبقى لدينا فعليا حاليا؟ الشيء الذي تبقى هو أننا نريد إنشاء validation، بحيث أن هنا عندما نرسل البوست والأبديت نريد أن نقوم بفاليديت لهذه الداتا. فإذا هذا الشيء الذي سأقوم به بالبث المباشر القادم.